بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. كنا في الحلقة السابقة انتهينا إلى تفسير قوله تعالى غير مضار، بعد قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقلنا إن المضارة تكون في الدين، كأن يقر بدين وهو في حالة لا يصح إقراره كمرض الموت، فإن هذا يتهم بالمضارة بالورثة. وتكون المضارة بالوصية أو في الوصية إذا زادت عن الثلث لأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بالثلث كحد أعلى، قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فإذا زادت عن الثلث هذه مضارة للورثة، لا تنفذ إلا بإذنهم ورضاهم بعد الموت. وكذلك إذا أوصى لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا أوصى لوارث هذا يضار بالورثة، فالوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت تنفيذا، لأن هذا من المضارة، فإذا رضوا فالحق لهم، ولكن لا يعتبر رضاهم إلا بعد الموت. وقد جاء في الوعيد في المضارة في الوصية وعيد شديد، أن الرجل ربما يكون على عمل صالح وعلى استقامة، ثم إذا حضره الموت يضار بالوصية فيختم له بسوء ويكون من أهل النار، كما جاء ذلك في الحديث. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يعتبر أن ماله لورثته من بعده، فلا يعمد إلى شيء يكدر عليهم ويضر بهم ويضايقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم كعالة يتكففون الناس. فعلى المسلمين أن يلاحظوا هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: والله عليم حليم. ختم الآية بهذين الوصفين العظيمين من صفاته جل وعلا، وهي العلم والحلم، أو الله عليم حكيم بالعلم والحكمة. وذلك من أجل أن يقتنع المسلم في أن هذه التشريعات صادرة عن عليم يعلم ما يصلح العباد وما يليق بهم، فلا يدخلها حيف، ولا يدخلها أيضا شيء من الاختلاف، لأنها صادرة عن علم، عن علم الله جل وعلا، وكذلك عن حكمته. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وقد وضع المواريث هذه في مواضعها اللائقة، وقدرها بمقادير حكيمة. فالمؤمن يقتنع من هذه المواريث ولا يكون في نفسه شيء، لأنها صادرة عن علم وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى ختم آيات المواريث بالوعد والوعيد، بالوعد لمن يقف عند هذه المواريث فينفذها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، راضيا بحكم الله عز وجل،
تلك حدود الله، وحدود الله هي محارمه التي حرمها على عباده، تسمى حدودا. وتطلق الحدود على ما أباحه الله لعباده أيضا، ولهذا يقول عند المباحات تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول عند المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود أيضا على العقوبات المقدرة شرعا على جريمة من الجرائم لتمنع من الوقوع في مثلها. فالحدود لها ثلاث إطلاقات: إطلاق على المحرمات لأنها حدود الله، وإطلاق على المباحات لأنها حدود الله فلا تتعدى، وإطلاق على العقوبات المقدرة شرعا على الجرائم لأجل المنع في مثلها. فمن يلتزم بهذه الحدود ويقف عندها فإن الله وعده بالثواب الجزيل. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الملتف بالأشجار الخضرة والأنهار الجارية. والله يعطيه جنات يعيش فيها ويتبهج بها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها ومبانيها وأشجارها تجري الأنهار العذبة، ويكون في هذا أجمل المنظر، ويكون في هذا أحسن متعة النفس ولذة النفس، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا أيضا إضافة عظيمة في أن هذه الجنات وهذه الأنهار ليس الإقامة فيها مؤقتة كحال الدنيا ثم يرتحل منها، بل إنه يكون خالدا فيها كما قال الله جل وعلا: وما هم منها بمخرجين. فهي منزل دائم ونعيم دائم. وقال ثم قال جل وعلا: وذلك الفوز العظيم. الذي يحصل على هذا الوعد فإنه قد فاز، أي نجا فوزا عظيما لا حد له، نسأل الله الكريم من فضله. ثم ذكر الصنف الثاني فقال: ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله هذا في مقابل من يطع الله ورسوله في الآية السابقة، أو في أول الآية، في الآية السابقة. ومن يعص الله ورسوله، والمعصية مخالفة أمر الله جل وعلا، وهي خلاف الطاعة بأن يفعل ما حرم الله أو يترك ما أوجب الله، هذه هي المعصية. ويتعدى حدوده، تعدى حدوده، لأن الله قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل الكلام على بقية الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.